الأخوين التوانسة والتونسيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. نتقابلوا اليوم في أول انتخابات في ظل دستور جديد اللي إن شاء الله تكون بشيرة خير لتونس. معكم الصادق الوافي على قائمة رأي السديد رقم 4 شعار لمبوبة الفرحانة. اليوم نتلقاو بعد ما عانى الشعب التونسي في مرحلة أولى من الظلم والقهر والاستبداد، وحتى نهار اللي تخلص من الظلم والقهر والاستبداد ولا يعاني في الغلام معيشة، ويعاني في الزبلة، ويعاني في البيئة الخطرة، ويعاني في تردي أوضاعه الاجتماعية، ويعاني في البطالة. إن شاء الله تكون الانتخابات هذه مرحلة حقيقية للقطع مع الظلم، وزاد مرحلة جديدة باش المواطن يعيش عيشة كريمة اللي يستاهلها في ظل ديمقراطية وفي ظل أوضاع جيدة. بالنسبة لنا نحن في قائمة الرأي السديد اللي نفكر اللي رقمها 4، باش نقوموا بجملة من الإجراءات والقوانين اللي إن شاء الله نتوافقوا باش نمروها، اللي هدفها هي الضغط على الأسعار، أولا بإصلاح قانون الجبائي وبإصلاح قانون الديوانة، وهكاكا تنجم تكون الأسعار نجم نضغطوا عليها باش قوة المواطن تتحسن. زادا باش نحاولوا نمشوا في تحرير السوق وفي خصخصة المؤسسات العمومية، وذلك باش تتحسن القدرة التنافسية متاعها، وزادا باش تنجم نتخلصوا مك العقلية متاع 100 خدام في مؤسسة عمومية باش يقوموا بخدمة خدام واحد، واحد في مؤسسة خاصة يقوم بخدمة 100 خدام. زادا باش نحاولوا تحرير فرص الاستثمار للأجانب وزادا للتوانسة، وما ننساوش الباعثين الشبان اللي لازم نحميهم من خطر التغول متاع المؤسسات الاقتصادية العالمية. زادا مش بننساو الناس الزواولة والناس اللي ما عندهاش برشا فلوس، اللي هي تكفل الدولة بتأمين المرض العاطلين على العمل والفئات ضعيفة الدخل. وزادا باش نقوموا بحماية الموارد الطبيعية التوانسة وضمان تمتع الشعب التونسي بإيراداتها، وذلك بمراجعة العقود مع الشركات العالمية وزاد مراقبة العقود الجديدة. دونك بإذن الله ندعو الناس الكل، الشعب التونسي الكل كبير وصغير، باش انه ينتخب قائمة الرأي السديد. نفكركم نمرها 4، ونفكركم الشعار متاعها هي لمبوبة. ميرسي.